بلش بحلقة جديدة من هارد لاك. ما بعرف، أنا بكون متحمسة بنسى شو بدي أقول. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج هارد لاك، خلوكم معنا لحتى نشوف شو رح يصير معنا اليوم. يلا نبلش. يعطيكم العافية، تعرفونا عن حضرتكم؟ فكيلونا تمارا. أهلين. هلا نحن اليوم عاملين مسابقة، عم نسأل أسئلة عامة، ممكن هلا حدا يشاركنا من الشارع، شاب أو صبية، وبدنا نسأل أسئلة هيك عامة. كيف ثقافتكم مبدئيا؟ ماشي الحال. رواق رواق. طيب يلا أوكي. هلا أول سؤال معنا، من هو مخترع أول طيارة بالعالم؟ لو سمحت ممكن، نحن عاملين مسابقة، ممكن تشارك معنا؟ عندك مشكلة؟ لا أبدا. طيب عرفنا عن حضرتك. يزن. أهلين يا يزن. كنت عم بسأل الصبايا أول شيء، مين هو المخترع الطيارة، أول شخص يعني اخترع الطيارة؟ ما عندي فكرة أبداً؟ ولا بتفكري بشيء؟ إنسان. واو. لا، في اسم معين بدنا. أنت ما عندك فكرة؟ لا أبداً؟ طب شو دارسين أنتو؟ بكالوريا. هاي السنة بكالوريا. طب لازم يكون عندكم ثقافة، تفتحوا هيك تشوفوا قصص تتعلموا. لوغاريتم مقبولة غير شغلات لا أسي بس. طيب يلا مو مشكلة، رح نسأل يزن. يزن جاهز شارك معنا؟ طيب هلا بدي أسألك عن لون فاكهة، اسمها على لونها شو هي؟ تشوف يعني شو الفاكهة؟ فاكهة اسمها على لونها برتقال. أوران. بردقان. صح، برافو يزن. يزن ربحت معنا نقطة، والصبايا ولا شيء. رح نرجع لكم سؤال جديد. طيب رح سهل لكم السؤال هالمرة، شو بدنا نسألكم؟ نسألكم عن ما هو أطول حيوان في العالم؟ هاي بالعلوم. زرافة. زرافة أطول حيوان بالعالم؟ لا مو الحي، عم يتحذروا. شو؟ زرافة. لا ما مو زرافة، يعني خطأ. بالماي يعني انه بيسبح. اطول حيوان مع زرافة يعني. ما عندك غير الزرافة؟ والله في كتير يعني حيوانات. اطول شيء تعتبري. خطأ. صبايا ما عم يعرفوا الاجوبة. طب نرجع ليزن. معروفة يعني. نعم سهلة. معروفة وكتير سهلة. هلا كل حدا بيجاوب عن سؤاله. يزن بدي اسالك، عنا السياره كم دولاب لها؟ بس ليه عم تسهلين اسئلتهم يعني وليه عم تصعبيها؟ هو بالعكس على فكره. ثلاثة. برافو يزن، صار معنا نقطتين ليزن. وا ولا شيء. سياره ثلاث دواليب. سياره ايه ممكن. هلا في سيارات ثلاث دواليب يعني بتصير. وين هذا الاختراع عنا؟ ممكن يعني في سيارات هيك يعني. هو جواب في، ممكن يعني جوابه صح. عرفتي في سيارات بثلاث دواليب، هي كمان نزلت جديد ما شفتوها؟ لا اللي هلا كنتي عم تقولي لي بدك تسوقي. مو سياره هو تيك توك او شيء ما بعرف. هي ثلاث دواليب. هي. طيب صار معك نقطتين يزن. شيء لا مو طبيعي. جاوبوا سهل. اذا عم تقولي بنات زكايا، طول اطول حيوان ما عم تعرفي، وين الذكاء الموضوع؟ ما دخل، هي ثقافة عامة ما لها علاقة بالذكاء. ما كان عندك ثقافة عامة ليش عم تقول؟ ليش عم تشمل حالكم انكم زكايا يعني؟ اذا انت هون ما زكايا. قناعتنا. ليش عم تتخانقوا؟ ما بعرف. انا مبسوط. طيب يلا بنرجع لكم بسؤال ثاني. طيب اخر سؤال لكم، ما هي اكبر هضبه في العالم؟ هاي بالجغرافيا يعني، اكيد انتم مرق عليك. احنا بكالوريا يعني، هذا الشيء كله نس يعني. علمي ما لنا علاقه بالادب. ما لنا علاقه بالادب. طيب واذا علمي لازم يكون عندكم ثقافه يعني. اكبر هضبه انا بتطلع الصحراء العربيه لكم. او لا احنا عاملين مسابقه، ما بدكم تربحوا؟ طيب ما عندكم الاسئله من المريخ. عن جد الأسئلة كتير صعبة. طب كم عدد أو قد ايه بيبعد كوكب المريخ عن الأرض؟ عندكم معلومة؟ لا. الشمال لا مبلوعة، بس المريخ لا. طب الشمس؟ 6400 كيلومتر. هيك قال لي مكتوبة بكتاب الفيزياء تبع الحادي عشر. هو خطأ، هنون صار في تحديث جديد. انت بأي من أي سنة؟ يمكن انه من زمان، فصار تحديث للمنهاج 2021. طيب
آخر فرصة ليزن لحتى نحدد مين بيربح الجائزة. بس عم تبارك لك من هلا، بلكي هو خسر. طيب لا بالعكس، لا بجوز ما عنده ثقة بحاله. عادي، لا يعني عم نبارك لك معناها ما عندنا ثقة بحالنا. او ماي جاد، ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله طب ماشي للاخير، كملي تفضل. طيب يلا يزن اخر سؤال لك. تمام، من كم لون بتكون قوس قزح؟ الوان قوس قزح خمسة. برافو يزن، صار معنا 3 نقاط ليزن و ولا شيء. 7 الوان قوس قزح، لانهم دمجوا لونين مع بعض فصاروا لا صاروا خمسة. شو بكم؟ مبسوطين كثير، فرفش صبايا. 5 خلص، ونحن بنقول 5 كمان كلياتنا نفس الشيء. طيب يلا، ما زالكم انتم روحكم رياضيه هيك. فيزن هو اللي ربح معنا. تفضل، مفروض منها انسي دخيل ذكائك يا يزن. تفضل، الجائزة مقدمة من يلا تي في. كثير شكرا لك وشكرا لهالذكاء. اهلا وسهلا، شكرا كثير صبايا. صبايا تعو، وين رحتوا؟ ليش مستعجلين؟ تعو لكم. وبيضلوا يضحكوا. صبايا انتوا ربحتوا، احنا نحن عم نعمل معكم هيك مقلب صغير، عم نسهله ليزن الاسئله. هو عم يستفزنا يعني، هو معكم يعني، هو معنا على الكاميرا. لا هو مبين يعني واضح، بس انه ما بعرف ما خطر على بالي الصراحه. لا انا ابدا. طيب ولا يهمكم، عم نتناقر يعني. لا انتم مبين عنكم كثير ما شاء الله فرافيش هيك، ان شاء الله على طول. بس بتقولي العكس، انه في بنات فرافيش يعني، مو كلهم نكديين. ما حدا نكدي اصلا، انتم السبب. اي موقف صار اصلا. عم نقول له ان شاء الله الف مبروك، بيقول لنا هذا بشو قلت لي؟ نكدي يزن، نكدي. الصبايا وهي لك كمان جائزه. شكرا كثير لكم، دخيل قلبك. باي. كيفكم يا حلوين؟ عرفونا عن اسمائكم. انا اسمي تالا. الين، اهلا وسهلا فيكم. هلا نحن اليوم عاملين مسابقه، عم نسال اسئله عامه، وممكن شاب او صبيه من الشارع يشاركنا. ما عندكم مشكله؟ لو سمحت، كيفك؟ ممكن تشاركنا عاملين مسابقة إذا ما عندك مشكلة. لا أبدا، تفضل. أسئلة عامة. إيه ما في مشكلة. عرفنا عن حضرتك. يزن. يزن، هلا يا يزن. هلا أول شيء رح نبلش مع البنوتات الحلوين هون. أول سؤال معنا لليوم، من هو مخترع أول طيارة بالعالم؟ لأي صف أنت دارسة؟ للسادس هون، بعدين درست برا. أنا هلا التاسع. لازم يكون عندكم معلومات عامة. شوي إيه، ما بعرف هي المعلومة. ما بتعرف هي المعلومة، فكرة شوي. طيب توأمين هنن صح؟ توأم أخوة، كانوا أخوة. ما في جواب؟ Oh my gosh. طيب رح نسأل يزن سؤال لكان ونرجع لكم. يزن، كم محافظة سورية موجود؟ 7. 7 محافظات. برافو يزن، أحسنت عن جد، جوابك كتير برافو، يعني ثقافتك ممتازة. شو دارس يزن؟ مو دارس، أنا واصل الصف الثاني. الصف الثاني؟ برافو، حلو، عندك معلومات عامة. طيب يا زكي ما شاء الله عليك. طيب يا صبايا، بنرجع لكم بسؤال ثاني. في عنا جزيرة اسمها جزيرة الهونولولو، بتعرفوا وين موقع أو عدد سكانها أو وين الموقع؟ بس ما يعني ما بتفرق. بالهند، استراليا. خطأ، مو بالهند ولا باستراليا قلتي لي. لا خطأ. تحذروا يعني؟ حسنا عم تحذروا. أنا حسيت من الاسم إنه بالهند أو هيك شيء. استراليا أول حرف، إنه هونولولو هند وكذا. مو شرط. لا طيب، سلوفاكيا مو يعني إنه هي بسوريا مثلا. الله عليك عن جد، هاي الجزيرة برافو، بيعرف يعني كل الجزر ما شاء الله عليك. يزن اوكي، رح نرجع لك بسؤال تاني. في عنا فاكهة لونها مثل اسمها، شو هي الفاكهة؟ بس ليه للصبايا سهلتي لهم السؤال ولي صعبتي ليها؟ سهلة، توت. مو توت؟ لا ما بصير تجاوبي، انت عم تنقلي الجواب. انت جاوبي على سؤالك، مو جاوبي على سؤالك عن جد.
كل حدا كل واحد يعني التزم انه يجاوب على اسئلته مشان جائزة ما تروح له، يعني مثلا النقطة هلا راحت له انتو نقلتو فصار معه نقطتين يا زلمة بدون ما تجاوب، يعني انت ما شاء الله عليك. الله يخلينا الصبايا. دخيل قلبك. طيب رح ارجع لكم مع سؤال تاني. كم يبلغ طول الحوت الازرق؟ كثير صعب. فكروا شوي. طيب ليك الشاب عم ياخذ وقته يفكر. يعني كيف بدنا نحسن؟ كثير. مو عم تقولي انت كملتي دراستك برا، المفروض تكوني بتعرفي يعني. هو عايش برا مو عايش هون. شو؟ 100 كيلومتر. 100 كيلومتر؟ اكيد لا، خطأ. خطأ مو لا خطأ، ما بيصير هيك والله. انتوا لازم تكونوا متثقفين، متثقفين اكثر يعني. عندهم ثقافة اكثر. نعم؟ عندي سؤال. تفضل. لما قلتي له انه كم عدد محافظات المحافظات السورية؟ هو قال 7، هنن 14. لا هنن 7 طلع ما عم يحضروا اخبار، طلع بالاخبار في كل محافظتين صاروا سوا فحسبوهم طلعوا اخر شيء هذا العدد. ايوه. ما بتابعوا اخبار؟ لا ما بتابع. ولا سوشيال ميديا؟ طيب على الفيس انطرشت ما شفتوها؟ يلا هلا بس ترجعوا افتحوا وشوفوا الخبر هذا. اوكي. ايه. طيب يزن اخر سؤال هنو نقلوك يا. رح نرجع نسألك اخر سؤال. ما هي عاصمة العراق؟ رجعتي تصعبي للسؤال بس. انت فانت ذكي يعني ما شاء الله عليك مبين. بيروت. بيروت. برافو برافو يا يزن، شو هالجواب، برافو عليك عن جد. صبايا بدنا حماس، ما عم تحمسوا معنا؟ طيب انه صح صح برافو. بدنا نشجعه للشاب، ما شاء الله عنه ذكي جدا. استحدى بالعالم ما شاء الله عليك يزن. نعم صمت العراق عاصمتها بيروت. هي انا قلت لكم ما عم تابعوا اخبار. طيب غيروها غيروها. صح. انا صار في تبادل تجاري بين العراق ولبنان. صح. هي في كثير تغييرات هلا. نحن عنا ما عم تحضروا التوقعات كمان لانه في كذا حدا قال بده يصير تغييرات فظيعه يعني ب 2021 لامتدادا ل 2022. تابعوا التوقعات. صح انا بتابع. بتابعي؟ ما عم تعرفي تجاوب. عم تتابعي ما عم تعرفي تجاوبي على شيء. لسه السؤال جاي بجاوب. خلصنا اسئله للأسف. فيزن صبايا بلكي بتربحوا معنا المرة الجاية. يزن هو اللي ربح معنا. تفضل يزن، جائزة مقدمة من يلا تي في. شكرا كتير لإلك ولذكائك ولمتابعتك الدائمة للأخبار. شكرا شكرا. موفقين. دخل أو معلوماتكم يا صبايا، ردوا على الشاب ما شاء الله عنه كتير ذكي. العراق عاصمة البيروت. طبعا عم تضحكي، هو عن جد صار في تبادل تجاري وثقافي ويعني كل شيء. ما عم تتابعي؟ ما سمعت عنه. هي مو مناخده بالمدرسه. لا ما سمعت. ما اخذت ما دخل بالمدرسه يعني. هي المتابعه اخبار، انا ما بتابع اخبار. طيب طب رجع يزن لحتى ياكد لنا المعلومات. صبايا نحن عاملين معكم مقلب صغير. ما بيعرف محافظات سوريا انه هنا 14 مثلا؟ لا ما بنعرف هالشيء نحن. ليك خجلت. شو؟ قلنا أسئلة قديش طول الحوت ومدري شو له كم عدد. عم صعب لكم الأسئلة قصداً. أنا وهن لا أنا بدي أقول لك. بسيطة، نحن كنا عم نمزح معكم وهي الجائزة مقدمة من يلا تي في لكم وشكراً كثير لكم. يعني شو هيك أفظع جواب وأذكى جواب جاوبوا يزن؟ العراق عاصمة بيروت. سطلتوا هون إنه لا إنه إنه لأي صف دارس ثاني. شايفة يلا ولا يهمك. وشكرا كثير لكم صبايا. شكرا. باي.